مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث مباشر من مدينة وجدة. اليوم عندنا واحد القضية اللي اليوم خرج الدعم ديال وزارة الثقافة، الدعم الاستثنائي الخاص بالفنانين المتضررين من جائحة كورونا اللي كانت وعدتهم الوزارة في دفتر التحملات أنه الناس اللي غادي تستافد من الدعم هما اللي عمرهم ما استافدوا. اليوم الفنانة في المغرب كامل خصوصا في مدينة وجدة تفاجؤوا أنهم نفس الأسماء اللي كل سنة كتستافد هي اللي استافدت، وتقصوا مجموعة كبيرة ديال الفنانين المتضررين من جائحة تاع كورونا. اليوم معنا الفنان رمزي إطار نقابي، وهو اللي غادي يوضح لنا مجموعة ديال الأمور بالدليل بالأوراق، وغادي يتفضل مشكورا. رمزي وضحنا المشكل شنو كاين بالضبط. السلام عليكم، شكرا لقناة شوف تي في. المشكل اللي وقع اننا كنا كنستناو، يعني كان ندير واحد الدعم استثنائي خاص بالناس اللي ما عمرها استفدت بالدعم، ويعني هذا الدعم الاستثنائي اللي كان على اساس انه غادي يكون في الواحد الطبقه اللي كانت واقفه من شهر زوج حتى لدابا، الا اننا كنتفاجئوا هذا النهار تعلقوا النتائج، كنتفاجئوا باللي نفس الاسماء اللي كتستافد كل سنه كيعطيوها الدعم. يعني حنايا تصدمنا، كانت صدمه كبيره، وبصراحه ما نكذبش عليك، يعني هذه المنظومه خصها تتغير. يعني هذه رساله كنوجهها للسيد الوزير انه يتدخل ويشوف شنو غادي يديروا معنا في هذا الشيء. يعني باش نفهمك، ها هما اللوائح اللي خرجوا ديال 2020. هذه اللوائح تعطات راه عيب وعار في ظل جائحة كورونا، والفنان كيعاني وما عمرو خدم من شهر زوج حتى لدابا، وتخرج نتايا تعطي ل 146 فنان، راه عيب وعار. يعني كنا كنتفائلوا انه تكون اكثر، تكون اعداد كبيره، وفي الاخير كنتفاجئوا بهذا الاخر. واللي كذبنا يدخل يشوف هذه النتائج ديال 2020، راه نفس الاسماء تقريبا، نفس الاسماء اللي تعطات لها في 2019 استافدت، هي استافدت في 2020. وحنا في دفتر التحملات كاين واحد البون كيقول باللي اودي اولويات الاختيار من قبل اللجان. ها هي اخويا باش تعرفها انت، ها هي يولى اهتمام خاص لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم الاستفاده من الدعم. تعطى الاولويه للمشاريع التي تضم عددا مهما من حاملي بطاقه الفنان غير الموظفين. يعني هذا مادام هذه اللجنه خرقت هذا البوند هذا وعطات الدعم لبعض الاسماء اللي استافدت العام اللي فات وقبل العام اللي فات، كاين العام اللي فات اللي دا جوج دورات في 2019 وتعطى له الدعم هذا العام، ما فهمناش حنا علاش الوزاره خرجت ببيان وكتقول باللي اودي يعني هاد الناس اللي غادي يستافدوا في هذا الدعم الاستثنائي هما اللي ما عمرهم استافدوا، هما اللي غادي نعطيوهم، ودابا كيخرج العكس. يعني هذاك الشيء كان غير على الاوراق. الدعم شحال نهار الاول النهار الاول قال لك يعني واحد النسبه كبيره اللي غادي تستافد في ظل جائحه كورونا. حنا كنهضروا على الدعم الاستثنائي اللي خرج على اساس ان الناس جالسه ما خدماش من شهر جوج حتى لدابا. هذا الدعم الاستثنائي بغى ينقذ بعض الموسيقيين وبعض المغنيين باش يستافدوا من واحد الدعم مالي اللي يقدر يمشيوا به شهور. احنا ما عرفناش هذه الجائحه فوقاش غادي توقف. هذا هو المشكل دابا اللي كاين. يعني حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله باش تفتح تحقيق في هذا الشيء، ونشوفوا شكون هاد الناس اللي مسؤولين على هاد الدعم هذا، وشكون هاد الناس اللي كيقسموا هاد الدعم، وشكون هاد الناس اللي كيعطيو هاد الدعم هذا. بالنسبه للجنه، مشكل خطير وقع. يعني بعد ما داز هاد الشيء في اللجنه، خرج السيد رئيس اللجنه بواحد التصريح في الفيسبوك ديالو كيقول به باللي انه دفع الاستقاله ديالو واستقل. راه من المستحيلات، لا يعقل باش تخرج انت كرئيس اللجنه وتقول انا استقليت ومن بعد مورا كيخرجوا النتائج. راه هذا الشيء راه ما يدخلش للعقل، حنا ما فهمناش. يعني كان يعني نقدروا نقولوا ان رئيس اللجنه ما راضيش على هذاك النتائج، ما عرفناش حنا شنو كاين، ولكن يعني كان على السيد رئيس اللجنه يبقى تيخرجوا النتائج، وتا الانسان الا بغى يشكي ولا يطعن ولا يلقى مع من يهضر ويلقى شكون غادي يجاوبه. حنا دابا مقبله وحنا كنتصلوا بالوزاره، حتى واحد ما كيجاوبنا، حتى واحد ما بغى يسول فينا، حتى واحد بغى يهضر معانا. حنا بغينا غير نستفسروا علاش. يعني انا كفنان كنهضر على راسي، انا دابا جيت كنهضر كنقابي وكفنان. يعني انايا دفعت الدوسي ديالي
مع هاد المستفيدين وما استفدش، يعني علاش نتحرم انايا؟ ما عرفتش انا دروك الدوسي غادي يقول لك ما كاملش، عندي 16 شريط غنائي، يعني نتجت عندي. ها هو السي طارق، شكر وتقدير من التلفازه ديال 2020، شكر وتقدير واحد اخر عاوتاني في 2019، اتيستاسيون عند الوزاره كتبت بلي عندي بطاقه الفنان وراه خرج الاسم ديالي ومازال ما استفدتش من البطاقه. مشيت نجيبها من المديريه قالوا لي مازال ما جاتش البطاقه ديالك، مع العلم ان الاسم ديالي تدرج في اللائحه. انت هاد المشاكل هادو لمن ترجعهم؟ واش اللجنه ولا كاين شي خفايا تما في الدوائر تاع الوزاره؟ لان هادشي هذا كيتكرر تقريبا كل سنه والفنانين ديما كيتشكاو هادشي. والمشكل دابا اللي كاين ما عرفناش حنايا، دابا انا نقول لك بصراحه المشكل كيتمشى باك صاحبي والصانيع لك، عندك شي معرفه في الوزاره راه كدوز، ما عندكش ما كدوش. يعني لا يمكن فنان عطى الكثير وشارك في مهرجانات دوليه، ها هما مشاركات دوليه كاينين، ها هما حنا ما كنهضروا بالاخر. مشاركات في اذاعه تلفازيه، ها انت في اسبانيا فرنسا كاتب وملحن مكتب حقوق المؤلفين، هذه كونترا نتاع لي سيدي ديالي اللي نتجت انايا لسنين، عندي دي كونترا، عندي تنازلات، عندي كل شيء. ها دابا شنو هو المطلب ديالكم نتايا كفنان وكإطار نقابي؟ حنا بغينا يتفتح تحقيق في هاد النازله هادي وفي هاد الشيء اللي وقع، ما بغيناش يفوت مرور الكرام كما كيفوتوا حوايج اخرى، يعني بغينا الفنان يدي حقه. حنا تعطى دعم استثنائي خاص بالفنان والظروف اللي كيعانيها، دابا خصنا تعطى دعم استثنائي، خصنا دابا السيد الوزير وكنطالبوا وزاره الثقافه باش تفتح تحقيق في الناس اللي كانوا مكلفين بالنتائج وفي اللجنه اللي عطات هذا الشيء وخرجت هذا الشيء. الفنان الاصدقاء ديالكم شنو كيقولوا في هذا الشيء؟ الفنان الاصدقاء ديالنا كيقولوا باللي كنطالبوا بالجهويه المتقدمه اللي هضر عليها صاحب الجلاله تنزل في ارض الواقع باش يبقاو تعطاو كوطات 10 ولا 20 للجهه الشرقيه وحنا ندفعوا. الدعم ما يبقاش في المركزيه، حنا كنطالبوا باش الدعم ما يبقاش في المركزيه، الدعم يتقسم على الجهات وكل جهه تدي الحق ديالها وحنا ندفعوا. لي دوسي ديالنا في المديريه ديال الثقافه، لحقاش كيقول لك اهل مكه ادرى بشعابها، هما اللي كيعرفوا هنا في وجده الفنان المحترف وكيعرفوا الفنان اللي شويه، المهم هذا هو اللي كاين. باش انا غادي نبقى نمشي للرباط واللجنه دير داك الشيء اللي بغات وتعطي داك الشيء اللي بغات باك صاحبي وهادي، انا هاد الهضره كنتحمل المسؤوليه ديالها. لحقاش ها هما النتائج ديال يرجعوا الناس يرجعوا، راه كاين هاد النتائج في لي سيت نتاع الوزاره، راه كاين 2020 2019 2017 2018 2016، راه كاين اللي من 2011 كل عام كيستافد كل عام كيدي. هذاك شكون هو؟ حنا بغينا نعرفوا، انا ما غاديش نسمي الاسماء، ولكن الناس اللي بغات تعرف وتشوف تدخل اللوائح وغادي يعرفوا وغادي يكتشفوا باللي كاين بعض الاسماء اللي كتستافد في كل نهار. سير مزيغي، بالنسبه شفنا تما بعض الاسماء نتاع رؤساء نقابات في السابق، كاين بعض الرؤساء نقابات استافدوا يعني باش يسكتوهم ولا مانيش عارف. انا يعني كنطالب من هذا المنبر، هذه الانسان خصو يكون نقابي، خصو يكون عنده غيره على الفن ديالو، يهضر بشفافيه ويدافع على الفنان في الجهة. احنا كنقابين في الجهة الشرقية انا كندفع كمغني، ولكن كندافع على خوتي، يعني كاين واحد الاخوة اللي دفعوا وما استافدوش، وكاين واحد الناس اللي استافدوا وراهم دفعوا بشركة اخرى باش يدرقوا الاسماء ديالهم واستافدوا، وكاين ناس اللي استافدوا باسم المؤسسة وهاد الدورة ديال 2020 داروا الاسم العائلي والشخصي باش يدرق ذاك الشيء اللي هي. يعني حنايا كنطالبوا السيد الوزير باش يفتح تحقيق في هذه النازله هذه، وراه مشاكل واقعه، راه ما كايناش غير في وجده هذا الشيء، راه المغرب كامل مرون. الناس كنتستنى هذا الدعم، هذا هو كما نقولوا النور الوحيد اللي كان كيستناه الفنان، وفي التالي ملي كتخرج اللائحه كنلقاو فيها مشاكل كبيره. ها انت غير باك صاحبي اقرا الاسماء وشوف. انت كتظن ان المغرب كامل فيه 140 فنان؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش
كيفاش الدعم الاستثنائي واللجنه كتخرج ب 146 واحد اللي استفدت. ها هي علاش يستافد 146؟ واش ما كانش الفلوس؟ ها كاين ملايير، علاش ما يستافدوش الناس؟ علاش 146 واحد اللي استفدت؟ المغرب كامل غادي تعطي انت 146 واحد اللي استفد؟ تعطيونا، يعطيونا هذه اللجنه تعطينا شحال من طلب تحط؟ ازيد من 900 طلب اللي تحط في الوزاره، وبالتالي يستافدوا غير هاد الناس اللي موالفين كيستافدوا الزبونيه والمحسوبيه. شي 500 واحد يمكن اللي غادي تستافد ولا بحال هكا؟ لا، حنا المهم قلنا لهم، هما قال لك دعم استثنائي خاص بالناس اللي ما عمرها استافدت والناس اللي ما موظفاش. يعني هما 900 كاملين غادي يستافدوا منها؟ المهم كانت تقريبا النص غادي تستافد، حنا ما عرفناش شحال كان عندهم، ولكن يعني كنطالبوا السيد الوزير ووزاره الثقافه باش تفتح تحقيق وتعاد النظر في هذا الشيء، وحنا غادي نقدموا طعن في هذه النتائج هذو. وإلا كنا على حق رحنا على حق، ما كناش على حق يعني راه كل شيء غادي يبان. آخر كلمة؟ آخر كلمة كنتمنى يعني كنتمنى بطاقة الفنان تفعل بقوانين، وبغينا الجهوية المتقدمة تنزل على أرض الواقع، وكل شيء يبقى يندار في الجهوية، في المديرية الجهوية نتاعنا، لا من دعم ولا من برامج ثقافية ولا من كل شيء. ما بغيناش داك الشيء يبقى غير مرتكز غير على المركزيه. وشكرا بزاف شيف تيفي.